على أقل الأحوال من لديه نظر ثاقب وفهم صائب، على أقل الأحوال في قضية الغنى لو لم يكن هناك دليل شرعي ينص على تحريمه مع أن الأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، لو لم يكن نقول انظر الواقع ماذا أحدثت هذه الأغاني في شباب الأمة، يكفيك أنه دليل على شرها وبلائها. لكن نسأل الله العافية والسلام.